أعزائي المشاهدين محبي الطقوس، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طقس ومعا مع نيافة الحبر الجليل الآن بنيامين مطران كرسي المنوفية وأستاذ اللاهوت الطقس بالكليات الإكليريكية ومعهد الرعاية. نرحب بنيافتك سيدي. أهلا بأنسك يا أبونا، أيام مقدسة وجميلة. جميلة بصلوات نيافتك. تعيش ربنا يخليك. بحضورك. مصر كلها صايمة دلوقتي. أيوة جميل. كذا سنة يا سيدنا يعني يتصادف كلنا نكون صايمين. حاجة جميلة يعني مصر كلها تكون صايمة يعني حاجة كويسة. وبنعيد قريبين من بعض برضو. أعزائي المشاهدين بفكر حضراتكم بالسلسلة اللي سيدنا بيديها لنا خلال فترة الصوم الأربعيني المقدس. سيدنا بيكلمنا عن قراءات أو الأناجيل بتاعة الأيام، فكلمنا في أناجيل أيام الأسبوع الأول لحد النهاردة هنتكلم في أناجيل أيام الأسبوع السادس. الأسبوع الأول كان ضد الذات اللي هو في الاستعداد إن أنا أجاهد ضد الذات بتاعتي، بعد كده الجهاد ضد أو طبيعة الجهاد وطهارة الجهاد في الأسبوع الثالث، دستور الجهاد في الأسبوع الرابع، وهدف الجهاد كان الحلقة اللي فاتت اللي هو الأسبوع الخامس. الأسبوع السادس هو صبغة الجهاد أو الـ يعني العلاقة بين الجهاد والمعمودية. فالنهاردة سيدنا فصل الإنجيل بتاع القداس يوم الاثنين من معلمنا لوقا البشير إصحاح 13 بيتكلم عن وكان حاضرا في ذلك اليوم قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. حادثة طبعا حصلت في وقت من الأوقات لما كان السيد المسيح موجود بالجسد على الأرض. فأجاب يسوع وقال لهم أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كبدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ويدي مثال تاني عن يقول أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم. حادثة أخرى حصلت أن في ناس سقط عليهم مبنى أو برج وقتلهم في سلوام. فبيقول أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني التوبة مفروض علينا كلنا. فالحياة جميل أن السيد المسيح بيقدم وسيلة إيضاح. يعني إيه الإنسان يهلك؟ جايب حادثتين ماتوا ناس بطريقة صعبة يعني أي. فعايز يقول لهم إنه الموت ده الكل هيموت بطريقة أو بأخرى، لكن المهم مصير الإنسان إيه بعد الموت يعني، والهلاك الأبدي ده صعب. إن لم تتوبوا فجميعكم إذن تهلكون. يعني جميل قوي إن السيد المسيح في طريق التعليم وللناس بيجيب حاجة وسيلة إيضاح قوية مؤثرة، ودي بتعلمنا كلنا إن إحنا لما نعلم بطريقة واقعية لها تأثير قوي في النفس. فدي جميلة قوي الحقيقة إن السيد المسيح ضرب مثل بناس ماتوا في ظروف صعبة، يعني مهما كان سبب الموت أو هيؤدي إلى نهاية حياة، لكن ماذا بعد؟ ماذا بعد الموت؟ فهنا بقى قيمة الكلمة اللي قالها السيد المسيح إن لم تتوبوا فجميعكم إذا تهلكوا. فترة الصوم كلها العنوان الكبير بتاعها الجهاد، التوبة. الأسبوع السادس سيدنا بقى هو المعمودية. فهنا الربط بين التوبة والمعمودية، طبعا في ربط بين التوبة والمعمودية واضح طبعاً. جدا لو شخص كبير هيتعمد لازم يقدم توبة. يعني حتى لما في ناس طلبوا المعمودية وأمنوا، مدام أمنوا قال لهم توبوا وليعتمد كل منكم لمغفرة الخطايا. فمهم قوي التوبة قبل المعمودية. طبعا لما بيكون طفل صغير يعني أسرته بتربيه بقى بطريقة روحية كويسة وبيكونوا أمناء عليه يعني، لكن الكبار لازم يتوب قبل المعمودية، يقدم توبة واعتراف كمان.
التوبة هي جرن تاني للمعمودية حسب تعبير القديس يوحنا الدرجي. تمام. والثوب المعمودية دنسناه كلنا، لكن دموع التوبة هي جرن ثاني للمعمودية. جميلة. برضو الربط بين المعمودية والتوبة، يعني حتى لو الواحد اتعمد هو صغير ادت له الإمكانية أنه يتوب، ادت له الإمكانية أنه يولد ولادة جديدة ويتجدد هذا الميلاد الجديد بالتوبة. فالتوبة مرتبطة بالمعمودية. أيوه. يعني في يعني التوبة سيدنا هي الميطانية، هي تغيير الذهن مش كده؟ تغيير الاتجاه. يعني الذهن يبقى اتجاهه معين ناحية الخطية، بيعمل يوتيرن ويرجع بعيدا عن الخطية، يدي الخطية ظهره ويبص لربنا. لأن ساعات الإنسان لما يبقى مشغول بخطية وبيحبها بيدي ظهره لربنا على طول. فالتوبة بقى هي اليوتيرن. ميتانوس. يعني تغيير الذهن أو العقل يعني. بالظبط كده. اتجاه الإنسان يتغير، طريقة تفكيره تتغير، طريقة تعامله في أمور حياته تتغير أو تتجدد الحياة يعني. هو جوهر المعمودية هو موت وقيامة. والتوبة زي ما نيافتك بتشرح لنا، إنسان كان ماشي في طريق الموت وغير اتجاهه بقى في طريق القيامة. طريق الحياة. عشان كده المعمودية بتدي للإنسان إمكانية التجدد، تجديد الذهن، تجديد الفكر، تجديد القلب. مش القلب المضخة يعني، الفكر العميق في الإنسان يعني. تغيير الاتجاه، بدل ما الإنسان يبقى متجه ناحية الجسد وشهواته يتجه ناحية الروح وقوتها اللي تغلب الشهوات. هي لا تشاكله هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تمام. هي دي الآية اللي بتترجم اللي أنا قلته. يعني ده تأييد قوي للكلام اللي اتقال يعني. فسيدنا الميطانية برضو من المعنى الحسي بقى، أو بالمعنى الحسي هي سجود أو انطراح للأرض وقيام مرة أخرى، فيعني ترمز برضو للموت والقيام مش كده؟ أو الانحدار. هي بتأكد على القيامة. يعني حتى في إشعياء يقول هل يسقطون ولا يقومون. معقول واحد يقع وما يقومش؟ فبيشبه الخطية إنها بتخلي الإنسان يقع، يعني يتعثر في المشي فيقع. فلازم يقوم، ما حدش بيقع وما يقومش. حتى سيدنا من ناحية الطقسية، طقس بتاع زيت الميرون أو سير الميرون، أول رشمة هي في الجبهة. أيوة. اللي هو الفكر طبعا. عشان لو الشيطان جابها الأرض تقوم. أيوة. عشان القيادة تبقى للروح القدس. بالظبط. قيادة الفكر للروح القدس. تمام. كان سيدنا برضو يعني الخطية بتاعت الشيطان بدأت بالفكر، بدايتها كان فكر. يعني ظن في نفسه أنه يستطيع أن يرفع كرسيه مثل كرسي العلي. يعني الفكرة دي أول فكرة جت للشيطان علشان يبقى مساوي لله، فهو ضد الله ومقاوم لله وكل طرق الله. ويقاوم كل إنسان ماشي في اتجاه الله، طريق ربنا. فأصبح عدو معلن. للأسف في ناس بتسمع له يعني. يعني الإنسان لما يكون غضبان والشيطان يديله أفكار ضد الإنسان اللي غضبان منه، فيبتدي ياخد بقى مواقف عنيفة، فينتشر العنف، والإنسان يروح ضحية العنف، ضحية عنفه هو يعني. ولذلك المسيحية تعلمنا إن الإنسان يعامل العنف بهدوء وبمعية للفضيلة. فدائما الفضيلة نور والخطية ظلمة،
والنور أقوى من الظلم. فما نستهونش بالفكرة أو بالفكر، بداية الفكر ده ما نستهونش بالضبط. ممكن قوي يقود الإنسان إلى فعل. الفكر يقود إلى فعل فيقع، ونتيجة الوقع ما يعرفش يقوم، تبقى مشكلة. ولذلك القديس يؤنس القصير لما شاف واحد بيغلط بكى، فقالوا له لماذا تبكي يا أبانا؟ قال لهم الشيطان قدر على أخويا ووقعه، وممكن يتوب بكرة، ممكن يقوى علي ويوقعني وما أعرفش أقوم. شوف الفكر، يعني ما أدانش الشخص اللي أخطأ لكن أدان نفسه، يعني بيستعد وبيستفيد من اللي بيحصل قدامه. في اتضاع وفي رأفات، يعني رأفة يعني. بالظبط. وزي ما الشيطان سيدنا قال أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي من ناحية الفكرية. خطية الإنسان بدايتها برضو كانت فكر، هو تكونان كالله عارفين الخير والشر. بالظبط. الشيطان قال لهم يعني كلم فكرهم أو خاطب فكرهم، وهم صدقوا. طب ما هم صورة الله بس في الخير، أضف لهم الشر بقى، فما بقوش صورة ربنا، سقطوا من هذه الصورة يعني. وكذلك حتى برضو التوبة بتبدأ بالفكر، يعني كانت الشيطان اللي بيعمله معنا ده بيحاول يأثر على فكرنا، لكن التوبة تبتدي بالفكر برضو، أقوم وأذهب إلى أبي. أيوة. كان فكر في كده، يعني زي ما الخطية بتبدأ بالفكر، التوبة تبدأ بالفكر. نفس الطريقة يعني. يا سيدنا، بالنسبة للسر الميرون باقي الرسومات برضو بتبقى على مثل الحواس، القلب، الإرادة، الأعمال، فالتوبة هي تغيير كل الحاجات دي كلها، تغيير الفكر، الحواس، القلب، الإرادة والأعمال، مش كده؟ تمام. على أساس أن التغيير بيحصل بطريقة منطقية لها يعني خط سير يعني. يعني تبدأ بالفكر، بعد كده الأعمال، تنتهي بالأعمال. أيوة. الحواس تترجم الفكر، والأعمال تترجم الحواس والفكر. فهو الإنسان لما بيبقى فعلا في نيته إنه يتوب بيصلح طريقه على طول. لا يمكن يجمع بين الخطية والتوبة، مش ممكن. حتى لو وقع تاني غصب عنه، يعني نتيجة ضعفه، بيقوم تاني. كل مرة تسقط قم فتخلص، الآباء قالوا كده، يعني كل سقطة لها قيامة فنخلص. يبقى الأسبوع السادس يتكلم بالنسبة للسادة المشاهدين عشان يكونوا مركزين عن المعمودية. أول يوم كان بيتكلم عن التوبة والمعمودية، أو ارتباط التوبة والمعمودية، هو يوم الاثنين. يوم الثلاث الاعتراف بمعنى الإيمان والمعمودية. فصل الإنجيل من معلمنا لوقا إصحاح 9 سيدنا، وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه، فسألهم قائلا من تقول الجموع إني أنا؟ الإيمان بقى. فأجابوا وقالوا يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إن نبيا من القدماء قام. فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال مسيح الله. فانتهرهم وأوصى ألا يقولوا ذلك لأحد، قائلا إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فالإيمان بالمسيح بقى ارتباطه بالمعمودية. ده صحيح، علشان كده شرط الإيمان قبل المعمودية. ولذلك المعمودية هي تنفيذ للإيمان عشان يبقى إيمان حقيقي وعملي يعني. الإيمان بأن الله أقوى من الشيطان والنور أقوى من الظلمة، والإيمان بأن الله قادر أن يخلص الإنسان لأنه ده عمله على الصليب. لذلك كل ما نبص للصليب نفتكر أن الخلاص أقوى من الخطية. في ناس بقى بيفتكروا أنه مدام غلط يبقى الخطية أقوى. لا، ما لكل خطية توبة وخلاص، فليه ما بيكملش؟ هنا بقى نوع من اليأس، نوع من الضعف اللي بيخليه خاضع للخطية وفيما لا يدري يتمسك بها، فهي تمسك فيه تبقى عادة، والعادة تبقى مسيطرة،
وهكذا تبقى إدمان. ففي يعني ارتباط وثيق طبعا بين الإيمان والمعمودية. يعني نيقوديموس سيدنا لما راح للسيد المسيح ليلا عشان يعلن إيمانه، فسيد المسيح كلمه عن المعمودية. عشان سيد المسيح يربط بين الإيمان والمعمودية. بالضبط. أصل نزول الإنسان في المعمودية في المية عايزة إيمان. طب المية دي ممكن تغسلني من التراب، من أي حاجة، لكن إزاي تديني إنسان جديد؟ ما ده عايز إيمان. أي. لو الإنسان مش مؤمن بدي مش هيتعمد، يعني أو هيتعمد بصورة يعني شكلية مش هتفيده بحاجة. عشان كده إن لم يولد الإنسان من الماء والروح لن تكون له حياة أبدية، ودي أكدها السيد المسيح أكثر من مرة. لازم الحياة تنبع من الماء، لأن الخلقة بدأت من الماء والروح. قال الله ليكن نور فكان نور، وكان روح الله يرف على وجه المياه، وكانت ظلمة فقال ليكن نور فكان نور، وبدأت الخلقة. فكما كانت الخلقة من الماء والروح، هكذا يكون تجديد الخلقة بالماء والروح. هي المعمودية. بالضبط. معنا سيدنا الدكتور نشأت من أسيوط. ألو، أقبل الآيات يا أبونا. أهلا أهلا بيك. أهلا وسهلا. أقبل الآيات يا سيدنا. أهلا بحضرتك. كلام الحياة الأبدية عندك يا سيدنا. تعيش ربنا يخليك. في أنجيل يوحنا 14:26 و15:3 يقول السيد المسيح للتلاميذ: إني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. أيوة. سؤالي هو: هل أقنوب الآب أعظم من أقنوب الابن؟ لا. أرجو توضيح ذلك بشرح وافي، وشكرا يا سيدنا. طيب، وحللني. شكرا للسؤال، ألف شكر. ده لو هنشرحه بقى بتفاصيله حلقات. هناخد الحلقة وحلقات أخرى يعني. لكن هو يقصد السيد المسيح أنه الآب لم يتجسد، بالك لاهوت فقط، لكن الابن تجسد، فلاهوته اتحد بناسوت. فعشان كده المجد بقى مخفى في الناسوت. فبيقول أبي أعظم مني من حيث المجد المعلن. والسيد المسيح لما تجلى على الجبل مع التلاميذ وموسى وإيليا، جبل التجلي، انا شفته لما يعني رحنا جلسنا نيافه الأب أنطونيوس، مطران اورشليم والاردن وفلسطين وشويه بلاد، شفنا جبل التجلي وشفنا قد ايه الجبل منفرد يعني مميز كده، يعني له كده تميز خاص يعني. فلما تجلى بقى حتى في الجسد في مجد نوراني قوي جدا جدا يعني. فالفكرة هو الأعظم مش في اللاهوت، لكن عشان التجسد بتاع السيد المسيح، عشان التجسد. بيتكلم هنا كابن إنسان. بالزبط. كابن الإنسان. بالظبط. وقال يعني أنا والآب واحد. من رآني فقد رأى الآب. طبعا لم يحسب خلسة أن يكون مساويا للآب أو لله. بالضبط. بالضبط كده، الابن مساوي للآب في الجوهر. جوهر اللاهوت يعني. معنا سيدنا أستاذ عادل. ألو. ألو، أهلا بيك، تفضل. ماشي معك سيدنا، تفضل، أنت على الهواء، تفضل بسؤالك على طول. ماشي سيدنا. أيوة تفضل يا حبيبي. أنا ظروفي تعبانة، أنا مريض بقلب وصدر. سلام. ماشي. سلامتك. ألف سلامة. مريض قلب. نعم. وصدر. سلام. أنا مريض بقلب وصدر. أيوه. أهلا. ألو. كمل على طول عشان كمل على طول. سمعينك. أنا كنت ممكن أكلم سيدنا بعد البرنامج ولا أكلمه دلوقتي على طول؟ لا دلوقتي، يقول اللي أنت عايزه. تفضل. ومراتي مرتبطه بالغده، ومراتي الغده والقلب.
ربنا يشفيكوا ويكون معاكم. ربنا قادر على الشفاء، نثق في عمل ربنا يعني. انا عاوز اي مشروع اعمله ماشي، عاوز اي مشروع اعمله حتى واجيب شويه شيبسي وشويه حلويات واقعد قدام البيت، عشان عليا ديون كتير، شقه ايجار شقه وكهرباء وميه وبتاع ومديون كتير. ابونا باريو كان عامل لي قرض ب 3000 جنيه وهو بيسد، وربنا يبارك له وديتهم جزء من اللي عليا. طيب يسيب بيانات وسيدنا؟ لا تسيب بس في الكنترول الكلام اللي انت قلته، وانا هشوف. حاضر، يبقى سيب بياناتك كلها بالكامل، هم يكتبوا بياناتك عندهم ويدوها لسيدنا. معنا استاذه نبيله. الو، معنا استاذه نبيله. ايوه اتفضلي، انت على الهواء مع سيدنا، اتفضلي بسؤالك. اوكي اتفضلي. ايوه مساء الخير يا سيدنا. اهلا وسهلا، اتفضلي. ازاي نيافتك يا سيدنا، ربنا يديك الصحه ودايما تعلمنا. شكرا جزيلا. طيب في عندي سؤال عايزه استفسر على المعنى بتاعه من نيافتك. اتفضلي. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، وإحنا دلوقتي بقالنا عدة سنوات مش حتى في المناولة بنتناول في صحن الكنيسة، مش بندخل الهيكل، فدي إيه معناها يا سيدنا لو تكرمت؟ لما الكنيسة سماء يعني إحنا بنعتبر إن حلول ربنا في المكان ده، سكن الله في المكان يعني موجود باستمرار، فهو سماء يعني ينسب إلى الله كسماء يعني. صحيح إحنا بندخل وبنستفيد من وجود ربنا في المكان في الأسرار المقدسة وعمل الروح القدس، يعني كل المكان كله يعتبر سماء. أصل هي مركزة على الهيكل، فاكرة الهيكل اللي هو فيه المذبح بس، لكن يعني كل الكنيسة مقدسة يعني. افرحي يعني. معنا أستاذ زي ماهر. هيا فندم. أستاذ ماهر رمضان يا سيدنا، تبارك علي، انت الخير يا ابونا. سنور حبيبي. أنا يا سيدنا معي الساعة 8 معاد على مسح زري. معاك معاد على إيه؟ مسح زري على الجسم. مسح زري، عنده مسح زري الساعة 8. ربنا يشفيك. عشان نتأكد من وجود كانسر ولا ما فيش، على سيدنا صلي لي. سلامتك ألف سلامة حبيبي، ربنا يشفيك. وطالب صلاة. ربنا يشفيك إن شاء الله. بصلوات سيدنا تطمن إن شاء الله. ألف سلامة. سيدنا نيكوديموس راح للسيد المسيح ليلاً عشان يكلموا عن الإيمان، فالسيد المسيح اتكلم عن المعمودية عشان يربط بين الإيمان والمعمودية. وحتى لما نيكوديموس ما فهمش الآية اللي قالها السيد المسيح، الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. فسيد المسيح لما لقى نيكوديموس مش فاهم الكلام وبخه وقال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا، وقدم له مثال من العهد القديم. فالإيمان يرتبط بالمعمودية، مش كده؟ ارتباط وثيق جدا طبعا زي ما نيافتك وضحت. حتى السيد المسيح قال برضه في النهاية، قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هو الإيمان ضروري قبل المعمودية، لأن المية كمادة هي بحلول الروح القدس بتبقى قادرة على تجديد الإنسان وولادته ولادة ثانية، فعشان كده ده عايزة إيمان. لأن المنظر مية، روح ربنا اللي بيحل على المية، مش مرئي، فهو عمل سرائري يعني عمل سري، مش حاجة يعني مرئية وملموسة. فعايزة إيمان. عشان كده قبل المعمودية الإيمان، يقول من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان أو يدن. بس يعني ما هياش مجرد إعلان للإيمان، ولكن في فعالية للمعمودية. طبعا، لأن ولادة ثانية تدي تجديد للخلق، يصير خليقة جديدة. معلمنا بطرس الرسول ايضا سيد، احنا بنأكد بس بشواهد كتير عشان يفتك تعلق عليها. معلمنا بطرس الرسول في كراسته في يوم العنصرة مكتوب بعد ان نخصت قلوبهم قالوا ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ جاءت الاجابة واضحة
من معلمنا بطرس الرسول قال توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. يعني لازم تجديد الخلق وغفران الخطية عشان الإنسان ينعم بسكن الروح القدس اللي حل على المية واللي بيحل في الإنسان بالميرون بقى. وسيدنا في اللقاء بتاع معلمنا فيلبس والخصي الحبشي واضح ان معلمنا فيلبس كلمه عن المعمودية بدليل ان الخصي بيقول لمعلمنا فيلبس بعد كده هو زماء ماذا يمنع ان اعتمد. فلما بيكلموا عن الايمان معلمنا فيلبس كلم الخصي عن المعمودية. طبعا يعني التصديق الداخلي للانسان والقناعة الداخلية هو ده الايمان. لأن لو مش مصدق إن المية تلد ولادة جديدة وتعطي خليقة جديدة طب ما فيش إيمان يبقى خلاص مش هياخد حاجة. نقطة أخيرة يا سيدنا في الربط بين المعمودية والإيمان في كرازة معلمنا بطرس الرسول للأمم بعد ما انسكب الروح القدس عليهم في بيت كرنيليوس بيقولوا إيه؟ أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ معلمنا بطرس بيأكد أن برضو الأمم يعتمدوا مفيش حاجة تمنعهم من المعمودية. مدام الإيمان وصل مدام مؤمن يعني بكل قواعد الإيمان المعمودية متاحة طبعا، لكن فاعلية المعمودية بتتوقف على الإيمان. ده مهم جدا يعني. أي يعني لو حد مارس المعمودية بدون إيمان كأنه ما اعتمدش. بالظبط. طيب يوم الأربعاء يا سيدنا فصل الإنجيل بتاع القداس من معلمنا لوقا إصحاح 11 وبيتكلم عن الدينونة برضو. في دينونة زي ما في يعني بركة من المعمودية في دينونة. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال ويل لكم أنتم أيها الناموسيون لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. يعني مش قدوة. مش قدوة. يعني اللي يعلم لازم يكون قدوة. مش قدوة يبقى ما يقدرش يعلم. كمان يقول لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم. بيتكلم عن الدينونة. تمام. الدينونة أصلها هتكون دينونة معلنة. ما ده سؤال كتير الناس تسأل. ربنا هيحاسب الناس ازاي؟ هيوقف واحد واحد كده من الملايين الملايين اللي هيتحاسبوا ويقول له انت عملت كذا والحكم عليك كذا؟ الاباء بيقولوا زي ما بنقول في التمجيد ياتي الشهداء حاملين عذابتهم وياتي الصديقون حاملين فضائلهم ياتي ابن الله في مجده ومجد ابيه ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. فعشان كده الإنسان هيقوم من الموت مرسوم على جسده كل حاجة لو بار أو خاطي هتبقى فضيحة يعني. فالإنسان لازم ياخد باله ويقدم توبة كويسة يعني يعيش بقى مع ربنا بطريقة يعني عملية. إذن يا سيدنا مش كل من اعتمد ينجو من العقاب الأبد. يعني مش معناها أن فلان اعتمد معناه خلاص أنه هو هيخلص. هي دي بداية. بداية أو إمكانية. لو استفاد منها الإنسان يبقى كويس. ما استفادش يبقى يعني هتفوت الفرصة. والأسرار زي ما هي امتياز هي أيضا التزام مش كده؟ تمام. تمام. معلمنا يمكن بولس الرسول بيوضح الكلام ده في سر التناول يقول أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. يعني غير مميز يعني بيعتبره أكل عادي يعني مش حاجة سرائرية يعني. لأن لو هينظر له على إنه أكل عادي خلاص بقى مش هيستفيد حاجة لأن ده طعام الحياة الأبدية.
السر يجلب البركة وأيضا يجلب دينونة في نفس الوقت. لو الإنسان بقى بيستهين بهذا الطعام طبعا هتكون الدينونة هي المجازاة بقى. يا سيدنا نستأذن يافتك نخرج فاصل. يا بسرعة كده مش ممكن. يا سيدنا تفضل. شكرا سيدنا. فاصل قصير ونعود مرة أخرى مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين. أخطأت أخطأت يا رب يسوع اغفر لي، لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. أسبح مرحمك يا ربي إلى أبد الأبد، ومن جيل إلى جيل بفمي أخبر بحقك. أثامي علت على رأسي وفكلت علي، يا الله اسمع تنهدي وإقراح عني. أخطأت أخطأت يا رب يسوع اغفر لي، لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. اجعلني مثل العشر الذي أخطأ إليك وترأفت عليه وغفرت له خطايا. اجعلني مثل الزانية التي خلصتها وأنقذتها ونجيتها، لأنها أرضتك أماما. أخطأت أخطأت يا رب يسوع اغفر لي، لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. اجعلني مثل اللص الذي صلب عن يمينك واعترف بك هكذا قائلا. اذكرني يا ربي اذكرني يا إلهي، اذكرني يا ملكي متى جئت في ملكوتك. أخطأت أخطأت يا رب يسوع اغفر لي، لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين، برنامجكم طقس ومعنا سيدنا بيتكلمنا عن القراءات بتاعة الأسابيع. احنا في الأسبوع السادس سيدنا بيتكلمنا عن المعمودية وارتباطها بنقط كثيرة، وصلنا لحد المعمودية وارتباطها أيضا بالدينونة. بس سيدنا قبل ما نستكمل في سؤالين كده صغيرين كالمعتاد من أخواتنا الصم والبك، وإحنا داخلين على مثل مسحة المرضى وعلى اللقان في خميس العهد، فبيقولوا بالنسبة لمسحة المرضى واللقان ليه الزيت وليه المية؟ يعني ليه الحاجة الحسية؟ يعني مدام الأمر روحي فليه بيبقى في حاجة حسية مثلا زي الزيت أو المية؟ هو الرسل استخدموا الزيت ودهنوا مرضى كثيرين وشفوا، فزيت مسحة المرضى ده سر مقدس، وبنعمله يوم جمعة ختام الصوم علشان أسبوع الآلام الآباء بيبقوا مشغولين لغاية ما بعد عيد القيامة. الأمريض أحد بينكم فليدعو قسوس الكنيسة يصلوا عليه ويدهنوا بزيت، وصلاة الإيمان تشفي المريض. الآباء مشغولين فبيعملوا السر والشعب كله بيحضر علشان لو حد مرض ياخد من الزيت اللي حضر الصلاة عليه ويرشم نفسه أو الأبونا يرشمه في الكنيسة يعني، أو يروح له البيت يزوره ويرشمه.
زي ما الكتاب المقدس بيقول يعني الكنيسة بتستخدم الزيت زي ما ذكر في الكتاب المقدس زي ما الآباء الرسل استخدموه. في متى 6 أو مرقس 6 مذكور إن التلاميذ استخدموا الزيت في رشم المرضى. يعني في فرق بين معجزة شفاء وبين سر مسحة المرضى للشفاء. دي موهبة وده سر من الأسرار. ولو كانوا بيسألوا سيدنا لماذا حاجة حسية، يعني احنا محتاجين للحاجة الحسية، ما زلنا في الجسد كبشر، احنا ما زلنا في الجسد محتاجين للزيت ومحتاجين للمية احنا كبشر، مش كده؟ طبعا صحيح الأمر روحي، بس احنا محتاجين حاجة نحسها، مادة السر. يعني المادة التي يعمل فيها الروح القدس ليستفيد الإنسان منها، زي المية في المعمودية، الزيت في مسحة المرضى، زيت الميرون برضو، وهكذا يعني القربانة وعصير الكرم، يعني الخبز والخمر، والمية بتاعت اللقان نفس الحكاية. مية اللقان إشارة إلى التوبة، غسيل الأرجل إشارة للتوبة. الماء دايما يشير إلى النظافة يعني أو الطهارة. إزاي إن الإنسان يستفيد من الفرصة لكي يغتسل من خطيته. شكرا سيدنا الإيضاح. نرجع مرة تاني بقى لموضوعنا، الدينونة. هل الإنسان اللي اتعمد ملوش دينونة؟ فمعلمنا بولس الرسول ذكر حاجة واضحة بالنسبة لسر الإفخارستية، لا ممكن أتناول لنفسي دينونة. يبقى الإنسان اللي اعتمد يعني اللي اتعمد يجب أن يعيش الحياة اللائقة بالمعمدين، وإلا عرض نفسه للدينونة. بالضبط. من يأكل جسد الرب ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. واللي يعرف أكتر يطالب بأكثر. بالضبط. أنا لو اتعمدت يعني هتحاسب أكتر من حد غير معمد. يعني قصدي أقول أنه لما أبونا بيمنع حد مش مستحق للتناول، بيمنعه من التناول، ده بيحميه من اللي هيجراله. لأنه هيبقى دينونة، يتناول دينونة لنفسه. وأكتر حاجة يعني تمنعني من التناول هي عدم الإيمان. أنا ما بقاش مآمن أصلا بالتحول أو بأن ده جسد الرب وده، مش كده؟ بالضبط بالضبط. الإيمان أساسي في الأسرار، لأن الأسرار أعمال للإيمان، يسموها كده أعمال الإيمان. هل سيدنا عشان كده برضو الأب الكاهن أو الأب الأسقف بيغسل إيديه وقت قانون الإيمان، فبيتبرأ في وقت قانون الإيمان؟ يعني اللي يتناول لازم يكون عنده هذا الإيمان، لكن اللي هيتناول ما عندوش هذا الإيمان اللي الكنيسة بتجاهر بيه يبقى هو مسؤول عن نفسه. تمام بالضبط. عشان كده احنا دائما في لما بنتكلم على الأسرار بنقول ان الأسرار مجال لعمل الروح القدس في الإنسان، وكل سر بيدي عطية معينة بمادة معينة. سيد المسيح يقول ويل لك يا كرازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتبات قديما في المسوح والرماد، ولكن أقول لكم إن سور وصيدا تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. دي برضو الحتة إن يعني اللي يعرف أكثر يطلب أكثر، والإنسان اللي خد نعمة هيتحاسب عليها. ده صحيح. يعني هو بيحذر من عدم الاستفادة من العمل اللي بيتعمل. يعني أنا بمارس سر من الأسرار لازم أستفيد بيه. يعني حد بيترسم كاهن، طب ده اترسم بعمل الروح القدس وخد إمكانية للتعليم وللأسرار المقدسة، وإزاي يوصل للناس عمل ربنا. إذا ما أمشي بدوره هيدان ويبقى الكهنوت سبب دينونة لي. عشان كده لازم نستفيد من الأسرار المقدسة ومن المادة بتاع السر، ونستعيد البركة بالتوبة بقى. لو أنا أخطيت فمحتاج توبة عشان أستعيد البركات مرة. قبل كل سر محتاج أمارس التوبة والاعتراف. فالأسرار كلها محصورة بين التوبة والاعتراف والتناول. سيدنا يوم الخميس فصل الإنجيل من معلمنا يوحنا
البشير الإصحاح السادس، ويقول السيد المسيح: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أيوة. أنا هو خبز الحياة لحد آخر الكلام، لكن هو بقى الربط بين المعمودية والحياة أو حياة المعمودية. أيوة. يعني المعمودية تعطينا حياة. أيوة، يعني المعمودية دفن مع المسيح وقيامة، فتدي إمكانية استحقاق الحياة الأبدية مش الحياة الحاضرة. أيوة. إنه يبقى مجهز في الحياة الحاضرة لحياة أبدية. هي دي النقطة اللي عايز الناس يعني يفكروا فيها كويس قوي، إن المعمودية تجديد للإنسان، تجديد الخلقة، خلقة. أيوة. أيوة. بطريقة تديله إمكانية الحياة الأبدية. أيوة. يعني غير المعمودية بقى. أيوة. بالإيمان بس ما ينفعش. أيوة. لكن الإيمان يفيد مع المعمودية، من آمن واعتمد. أيوة. خلص. أيوة. ومن لم يؤمن طبعا ما اعتمدش، لأن يدان. يعني الحل هو كان ان الانسان يصير الانسان خليقه جديده. ايوه، وده حصل في المعموديه. بالظبط، فلا بد من المعموديه عشان نصير خليقه جديده فنرث الحياه الابديه. بالظبط كده. فيها بيموت الانسان العتيق في المعموديه يا سيدنا، مش كده؟ يعني أيوة. فهي موت، اما هو ده اللي بيندفن مع المسيح. ويقوم بقى الإنسان الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه. أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير متحدين معه بقيامته. فهي موت وقيامة. بالظبط، مشكلة حياة. لو موت من غير قيامة يبقى يأس. لكن القيامة بتدي بقى رجاء الحياة الأبدية. سيدنا، لأن الإنسان اتخلق في البداية خالص الثالوث اشترك في الخلقة. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ففي المعمودية برضو بتكون المعمودية كخليقة جديدة بالثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. طبعا. عشان كده يقول له: أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس. يعني ثلاث الثالوث معلن في المعمودية. معنا اتصال استاذة نادية. الو. ايوه، مساء الخير مقبل ايادي. اهلا بيك، اتفضلي بسؤالك. معك سيدنا. سيدنا، كل سنة ونفسك طيب. سيدنا حضرتك بخير، اهلا وسهلا. نشكر ربنا، ربنا مدينا الايام الجميلة نعيشها معايا يا سيدنا. يا رب ربنا يكون معاك. سيدنا، عايز اسأل حاجة بس. هو طبعا ربنا اداني حياة توبة بقالي كتير، يعني سنين طويلة. كنت الاول صغيرة شوية، كان في مطانيات وفي يعني الصوم اكتر من كده. فطبعا لما كبرت دلوقتي بيبقى صعب، مش قصدي مني يعني المطنيات صعب، لاني طبعا عندي تعب في ظهري. ليا حفيد مثلا بشيله بيبقى تعبانه منه مش قادره. فيعني دلوقتي بدات، مش تقصير مني، ده غصب عني من ظروفي، يعني مقدرش اروح الكنيسه كل يوم. هل ربنا فتره الجهاد اللي هي من سنين طويله، يمكن 25 سنه، طبعا التوبه دي حياه كل يوم كل لحظه، هل ربنا بيشيل لي اللي انا تعبته في زمان اللي بيشيله لي؟ يعني ببقى طبعا طبعا ولا؟ ده قالوا الآباء كده، قالوا اتعب في شبابك لتستريح في كبرك. طبعا وضع طبيعي لما الإنسان بيكبر في السن ما بيقدرش يعمل كل اللي يقدر يعمله في هو شباب. أذكر خالقك في أيام شبابك. أشكر ربنا. يبونا سيدنا، ربنا يقويك ربنا يجمع نعمة وكل سنة ونفسك طيب. حضرتك بخير، ويديمها نعمة الصوم والصلاة يا سيدنا. صلوات القديسين معاك دايما. يفتح. اتكلمنا عن المعمودية والخلقة الجديدة أو الحياة الجديدة. أيوة. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. في كورنثوس الثانية 5. أيوة. باعتبار أن السيد المسيح رأس البشرية الجديدة. كان آدم الأول رأس البشرية القديمة. المسيح بقى له المجد، آدم الثاني رأس البشرية الجديدة. عشان كده نحن فيه مقدسون. جميل. معنا سيدنا مداخلة من أم مينا. ألو. سلام ونعم يا دكتور. سلام، أهلا بيك، معك سيدنا. سلام ونعم يا سيدنا، قبل أيديك الطهرة. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا.
أنا فرحانة خالص بالبرنامج وبستفاد منه جو جو، ربنا يديكم الصحة وتعيش وتعلم يا سيدي. صلوات حضرتك. طالبة أولاً صلاة لسيدنا الأنبويس يا ربنا يتمجد معاه ويمد يده بالصفة ويسلم لينا يا رب ويدومه بالسلامة. ربنا يديله الصحة والقوة إن شاء الله. ممكن يا سيدنا أنا كنت عايز أعرف يعني قلت نيتك بتقول إن لو الواحد يعني تناول بدون استحقاق يكون مجرم في جسد المسيح ودمه، طب افرض الساهم هو بيبثر وسط الشعب وبنكتب الشوريه واي حد قاعد في وسط الشعب يعني بيعترف بخطايا يا رب سامحني انا قصرت في كذا وكذا وكذا سامحني واغفر لي واجعلني مستحق للتناول من جسدك ودمك، ربنا يقبل ويغفر له خطاياه ويعتبر كانه اعترف؟ هو ما دام منتظم في التوبه والاعتراف كل فتره مع اب اعترافه يبقى التناول محسوب له كحياة أبدية، يديله حياة أبدية زي ما المسيح وعد. لكن لو مش منتظم في الاعتراف هنا بقى لازم يراجع نفسه بقى وينتظم في الاعتراف، توبة واعتراف وتناول. ما منتظمة في الاعتراف بس كل مرة في الاعتراف بقول نفس الكلام هو وأبونا برضه نفس الكلام بيقوله لي هو، فأنا بحس نفسي إن أنا يعني بعطل جثة أبونا في الاعتراف، فأنا بقول أبونا الكاهن مفيش مشكلة مفيش مشكلة خالص، حتى لو بتكرري الاعتراف ده نوع من الجهاد ضد خطية معينة مفيش مشكلة خالص. صلواتك لينا يا جثة أبونا لأولادي، ربنا يحافظ عليك ويكون معاكم. شكرا لاتصالك. فالمعموديه سيدنا هي ولاده جديده، ما دام ولاده جديده تبقى حياه جديده طبعا. طبعا تمام. اصل الـ 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 الولاده الجديده من الماء والروح دي بتجدد الخلقه القديمه اللي فسدت في ادم وحواء. دي بقى النقطه المهمه في الايمان مع المعموديه. برضه معنا اتصال استاذ سلامه. الو الو اهلا بيك، اتفضل اسمعك سيدنا، اتفضل بسؤالك على طول. سلامه سيدنا. اهلا وسهلا اتفضل. نقاب الايادي. هو سؤالي اللص اليمين على الصليب كان بيقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. تمام. هو يقصد متى جئت انا في ملكوتك ولا متى جئت انت في ملكوتك؟ حين ياتي المسيح في ملكوته ليعلن الحياة الأبدية يعني. يعني هو يقصد متى هنا في أنت أو أنا أنت أو أنا. أيوة. متى جئت أنا في ملكوتك؟ أيوة. ولا متى جئت أنت يا رب في ملكوتك؟ تمام. جئت 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 أنت. جئت أنت. جئت أنت. ولا جئت أنا. يعني السيد المسيح بيأكد باللي قاله اللص اليمين انه منتظر اللص اليمين منتظر مجيء المسيح الثاني اللي يعلن القيامة العامة فيكون مبرر امامه. يعني اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. متى جئت انت اللي هو على المسيح يعني. مش جئت انا جئت لا. انت. هو بس سؤال اخير، ليه الصلب تحديدا هو اللي كان طريقة الفداء، ما كانش في اي ميته اخرى؟ الصليب كان لعنه. وشكرا لسيدنا. الصليب كان لعنه عشان يشيل اللعنه اللي كانت على البشريه ويحوله الى بركه، دلوقتي الصليب بقى بركه مش لعنه. شكرا لاتصالك استاذ سلامه. قديس غرغوريوس اسقف نيسوس سيدنا يقول عن المعموديه انها قبر وام، ففيها يدفن الانسان العتيق ويقوم إنسانا جديدا، قبر وأم. تمام. جميل قوي قوي التشبيه. لطيف. يعني لأن يوم الجمعة فصل الإنجيل بتاع القداس من معلمنا يوحنا الإصحاح الثالث اللي هو الحديث بتاع نيقوديموس مع السيد المسيح. يمكن بيركز شوية بقى على ارتباط المعمودية بالقيامة، فنيافتك تربط لنا بين المعمودية والقيامة. ما هو إذا كان الدفن موت للإنسان العتيق فالقيامة حياة للإنسان الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه زي ما كنا بنقول. فالمعمودية دفن وقيامة،
دفن للإنسان العتيق وقيامة للإنسان الجديد. الإنسان العتيق اللي زي آدم الأول اللي وقع في الخطية بقى وتلوث، لكن الإنسان الجديد بقى على مثال المسيح اللي هو رأس البشرية الجديدة، فيبقى خليقة جديدة في المسيح. مشكلة المعمودية هي استنارة، استنارة اللي هو نور المسيح بالضبط، يعني تحويل ظلمة الخطية القديمة اللي ورثناها من آدم إلى نور وحياة. معلمنا بولس الرسول سيدنا يقول استيقظ أيها النائم، طبعا واخدها من العهد القديم يعني، وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. فهنا في ربط بينها برضو وبين المعمودية، فيضيء لك أيها المسيح وقم قم من الأموات فيضيء لك المسيح. يمكن متاخده برضو من أشعياء النبي، قومي استنيري لأنه قد جاء نورك، أشعياء 60. تمام، يعني المعمودية والكنيسة برضو قوم استنيري. عشان كده هي سر الاستنارة. ولذلك المولود أعمى لما تناقش مع اليهود كان واضح أنه استفاد من عمل المعمودية، لأنه اتخلق له عينين، يعني مش عينين جسديين بس، لا ده خد كمان النظرة الروحية والفكر الروحي، فبقى مستنير. قالوا له المسيح خاطئ، قال لهم أخاطئ هو لست أعلم، ولكن يعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر. يعني حاجة دامغة، دليل قوي. سيدنا زي ما الإنسان بيخرج من ظلمة الرحم إلى نور الحياة، هكذا يخرج الإنسان من قبر المعمودية إلى نور الحياة مع المسيح. تمام، رائع. المعمودية برضو رحم طبعا طبعا، ولادة قبر ولادة جديدة. عشان كده بنقول على الكنيسة أمنا، لأن احنا بنتولد فيها ولادة جديدة، الولادة الروحية يعني. المعمودية هي الرحم، رحم الكنيسة. بالظبط كده. معلمنا بولس الرسول يقول مدفونين معه في المعمودية للموت، التي فيهم أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. لكي كما أقيم المسيح من بين الأموات هكذا نسلك في جدة الحياة، جدة الحياة، الحياة الجديدة اللي خدناها في المعمودية. وبرضو معلمنا بولس الرسول يقول إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. يعني زي ما متنا بسبب اللي عمله آدم وحواء، هكذا سنحيا بسبب اللي عمله السيد المسيح آدم الثاني. يعني اشمعنا نرث الخطية ولا ننال الحياة؟ يعني اشمعنا دي يعني متاحة ودي لا؟ فبيربط الاثنين ببعض بقى، زي ما حصل كده هيحصل كده. والسيد المسيح ما فضلش في القبر، زي ما دفن في القبر قام، لكنه قام بالضبط. فالقيامة أعادت للجسد بتاع السيد، ناسوت السيد المسيح، حياة دائمة بقى فيهاش موت. وذلك أسبوع الآلام بيبدأ بمعجزة قيامة لعازر بعد أن أنتن بعد 4 أيام، بس دي قيامة بعدها موت، مات تاني طبعاً. وقيامة المسيح بقى قيامة فيهاش موت، تعطي حياة أبدية. برضه سيدنا معلمنا بولس الرسول يقول ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. تمام، قيامة أجلسنا معه. يعني معه دي مهمة جدا، يعني بسببه، يعني أجلسنا معه في السماويات. من غير المسيح ما نقدرش، لأنه هو رأس البشرية الجديدة زي ما قلنا. فعشان كده كما تأثرنا بالرأس القديم تأثرنا بالرأس الجديد. معاني عظيمة جدا يعني في المعمودية وفي روعة القراءات بتاعت الكنيسة، روعة الحقيقة. يعني الأسبوع كله بيخدم هدف واحد، ده احنا خدنا الأناجيل، ده بقيت القراءات بقى. كل سنة ممكن ناخد البولس، ناخد الكاثوليكون، الإبراكسيس، لأن كلها قراءات مترابطة يعني جميلة.
بنكتشف الترابط الجميل ده بيوصل المعنى وبيوضح طبعا فرحانين طبعا ما هو بيسلط الضوء على الكلام عشان المعنى يصل يعني. سيدنا بقى الانجيل بتاع قداس يوم السبت من الاسبوع السادس ايوه من معلمنا مرقس البشير اصحاح 10 من عدد 46 لعدد 52 وجاءوا الى اريحا وفيما هو خارج من اريحا مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتيماوس الاعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي المعجزه بتاعت الاعمى فلما سمع انه يسوع الناصري ابتدى يصرخ ويقول يا يسوع ابن داوود ارحمني فخلص هنا بقى الربط بين الخلاص والمعموديه ايوه يعني حدث تاني في خلقه عينين لمولود اعمى اخر يعني يعني بارتيماوس شفاء شفاء بس ده خلقه عينين يعني هو كان اعمى ملوش عينين فهو اتخلق له عينين بمباشر بلمسه ايدين المسيح فابصر بس ده غير المولود اعمى يعني قصدي اقول امكانيه خلقه عينين ما هي دي خليقه جديده بالك زي المعمودية ما هي خليقة جديدة بتدي للإنسان استنارة عشان كده المولود أعمى لما فتح بالمية بعد الطين اتخلق له عينين واغتسل بركة وأتى بصيرا كان مملوء حكمة ويعني فنت كلام اليهود وأقنعهم دي رمز واضح طبعا ما اقتنعوا للمعمودية ده رمز واضح لو المولود أعمى رمز واضح للمعمودية بالظبط وهنا بقى الخلاص هو خلص في ربط يعني واضح بين الخلاص نفسه والمعمودية تمام. طبعا الآية الشهيرة من آمن واعتمد خلص ربط واضح جدا معلمنا بطرس الرسول سيدنا يتكلم عن الخلاص في المعمودية يقول إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية واضحة جدا مثاله يخلصنا, يخلصنا الآن بالمعمودية عشان كده قال من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن آيات كتيرة قوي يعني واضحة ارتباط المعمودية بالخلاص ما هيش مجرد إعلان أو يعني حاجة شكلية ولادة جديدة لحياة جديدة تنتهي بالأبدية معلم بولس الرسول يقول أننا بها خلصنا بغسل الميلاد الثاني أيوة بها خلصنا في تيتوس 3 الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس وبرضو شاول الطرسوسي لما قال للسيد المسيح ماذا تريد يا رب ان افعل ما قالوش خلاص كفايه انت كده امنت خلاص ما مش محتاج حاجه السيد المسيح ارسله الى حنانيا الدمشقي وقال له يعتمد لكي يعتمد وحنانيا قال له ايها الاخ شاول لماذا تتوانى قم اعتمد واغسل خطاياك فيعني ضرورية ضرورة المعمودية وارتباطها بالخلاص طبعا لأن هي أساس العطية الجديدة في العهد الجديد والسيد المسيح لما تعمد ده كان إعلانه إعلان عنه يعني مش اتعمد عشان يبقى ابن الله ده هو ابن الله بالطبيعة فقدس المياه لكي كل من ينزل يصير ابنا لله بالتبني عشان كده اتعمد دي مفاعيل الخلاص أيوه والسيد المسيح طبعا يقول لنيقوديموس الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله تمام طب سيدنا نيافتك بقى فسر لنا رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة في أفسس 4 يعني عايز يقول أن زي ما المسيح واحد هو رب واحد يعني. الإيمان ينبغي أن يكون واحد لكي تكون معمودية واحد في للأسف بيعتبروا معموديات الطوائف وكده زي معموديتنا لا ما هي دي مرتبطة بالإيمان إيمان واحد معمودية واحد زي ما المسيح واحد فعشان كده لازم يكون الإيمان واحد
إذا كان هناك اختلاف في الإيمان ما تبقاش معمودية واحد. نختم بالكلام الجميل ده والآية دي: رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. واحد. شكرا سيدة. تعيش ربنا خيرك. شكر لقدسك على الكلام الجميل. أسئلة جميلة. بركة صلوات نيافتك ومسندتك يا سيدة. تعيش ربنا يخليك. شكرا. وشكرا لأبونا شنودة، وشكرا لأسرة البرنامج، شكرا لكم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم، كونوا معافين في الرب.